ينضم إلينا دكتور مصطفي البرغوثي أمين عام المبادرة الفلسطينية، بعد التحية ومن رام الله. بعد التحية يا فندم، أوضاع إنسانية صعبة يعيشها سكان غزة، وقطاع غزة يفتقد لأدنى مقومات الحياة. إسرائيل تقوم بجريمة بربرية تفوق الهولوكوست الآن ضد الشعب الفلسطيني. تمارس سياسة أرض محروقة، تدمر كل بناية، كل برج، كل موقع سكني، كل خيمة. الجريمة التي ارتكبوها أمس بهدم 20 برج في الزهراء وأبراج سكنية في البريج وفي الوسط وفي الجنوب وفي كل مكان، يقصف المستشفيات، يقصف المساجد. المسجد العمري أقدم مسجد في قطاع غزة قاموا بقصفه وتدميره. الكنيسة الأرثوذكسية أقدم ثالث كنيسة في العالم قاموا بقصفها وتدميرها وقتل أكثر من 20 شهيد تحت أنقاضها. اليوم نحن نتحدث عن آلاف الشهداء الفلسطينيين وآلاف الأطفال الذين يستشهدون كل لحظة، ونتحدث عن قتل فلسطيني كل 5 دقائق وقتل طفل فلسطيني كل 15 دقيقة. الوضع خطير للغاية ولا يتوقف هذا الإجرام. الآن أضافوا إلى القصف الطائرات قصف المدفعية. هؤلاء يمارسون إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ولا يجوز بأي حال من الأحوال السكوت على ذلك. يحولون قطاع غزة بكامله إلى أرض محروقة. ونحن نوجه نداءنا إلى كل إخوتنا العرب، إخوتنا في مصر التي اتخذت موقفا مشرفا برفض التهجير العرقي لسكان قطاع غزة وصمدت في وجه كل الضغوط. نحن نوجه نداءنا إلى الشعوب كلها أن تخرج اليوم وتقف إلى جانب فلسطين. لابد من حملة عالمية للضغط، ليس فقط على إسرائيل بل على بايدن رئيس الولايات المتحدة، الذي يمارس سياسة عقيمة عندما يقارن، يدعي أن الفلسطينيين كأنهم يشنون هم الحرب على قطاع غزة على إسرائيل، وكأن الفلسطينيين هم الذين يقتلون أنفسهم، ويشتري كأكاذيب نتنياهو الواحدة تلو الأخرى. الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا مشاركة في هذا الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وسكوتها على الجرائم يعني أنها تشارك فيها. الوضع خطير للغاية، حياة كل فلسطيني الآن معرضة للخطر، ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية أيضا. نحن لدينا حتى هذه اللحظة 80 شهيد قاموا باقتحام مخيم طول كرم وقتلوا 12 شهيد ومنهم 5 أطفال. لا يتورعوا عن ارتكاب أي جريمة ويظنوا أن لديهم رخصة لقتل كل فلسطيني في كل مكان. صحيح. يمكن تحدث جوتيريش عن أن مصر هي عماد السلام وعليها مسؤولية كبيرة لنزع فتيل العنف، وخاصة أن هناك بالغد قمة القاهرة الدولية للسلام بحضور عدد كبير من الدول، أكثر من 31 دولة وعدد كبير من المنظمات الدولية. ماذا تعتقد من أو هذه القمة من وجهة نظرك قادرة على تهدئة الأوضاع في غزة؟ الذي يجري ليس عنف يا أختي الكريمة، ولا يجوز المساواة بين الطرفين. الذي يجري جريمة حرب. صحيح. 3 جرائم حرب: جريمة العقوبات الجماعية ضد السكان الفلسطينيين المدنيين، وجريمة القتل الجماعي والإبادة الجماعية، وجريمة التطهير العرقي بإجبار 1,100,000 إنسان على الخروج من منازلهم والتوجه إلى الجنوب. 3 جرائم حرب. المطلوب فورا وقف إطلاق نار، فورا فورا وقف هذا العدوان. هذا ما هو مطلوب. إذا سمح لإسرائيل بأن تبدأ نعم، وإدخال المساعدات الإنسانية، مش بس المساعدات الإنسانية، يجب وقف العدوان. إذا استمر القصف يعني حتى لو وصلت المساعدات الإنسانية ماذا ستفعل الإنسان قتيل؟ يجب وقف العدوان، هذا أهم سؤال. وطبعا فتح الممر للمساعدات الإنسانية، إنما الآن يجب أن يقف العالم بأسره لإجبار إسرائيل على وقف هذا العدوان وهذا الإجرام، وإلا سينتهي الأمر بقتل 10,000 بل ربما 100,000. هؤلاء لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة ويجب وقفهم فورا. صحيح. طيب حضرتك تتحدث على أن هناك جرائم حرب تحدث الآن في غزة، كيف تتعامل السلطة الفلسطينية مع هذه الأمور، خاصة وتعاملها مع الغرب في هذا الأمر؟ السلطة الفلسطينية ضعيفة ومهمشة، ضعفتها إسرائيل وهمشتها.
ولا تسيطر على أي بقعة. لا، الاحتلال دخل أمس إلى رام الله وإلى بيت لحم وإلى نابلس، ليس للسلطة الفلسطينية أي سيطرة. وأنا برأيي الموضوع الآن أصبح موضوع حياة أو موت بالنسبة لكل فلسطيني، ولا تستطيع السلطة الفلسطينية أن تقف في وجه الهجوم الإسرائيلي. ما الذي تملكه لتفعل ذلك؟ اليوم نحن شعب بلا حماية، ليس لدينا أي شكل من الحماية في مواجهة آلة بطش وعدوان فاقت في جرائمها النازية وفاقت في جرائمها الفاشية، شيء لا يمكن تصوره، خاصة مع استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن دائما. طبعا الولايات المتحدة، بايدن يعني عند بايدن يتحدث بكل وقاحة، وأنا أقصد ما أقوله أنه فعلا يتحدث بوقاحة عندما يقارن الوضع في أوكرانيا وفلسطين ويقول أن الفلسطينيين والروس يتشاركون في الهجوم على الديمقراطية. أي ديمقراطية؟ أي ديمقراطية التي يتحدث عنها؟ وأين القانون الدولي؟ القانون الدولي ينص على عدم جواز احتلال الأراضي الآخرين بالقوة. من يحتل الفلسطينيين له 75 عام؟ مش إسرائيل؟ وهل لح الفلسطينيين الحق في مقاومة احتلال أم لا؟ لماذا أوكرانيا يلقوا إليها ب 224 مليار دولار من الأسلحة والطائرات والمدفعية، ونحن يلقوا بالأسلحة لإسرائيل لكي تواصل احتلالنا وقتلنا؟ هذا الرجل نتنياهو مجرم حرب، يعرف أنه فقد القدرة على أن يبقى رئيس للوزراء، ويعرف أنه سينتهي في السجن بسبب فساده، ولذلك هو الآن مستعد أن يبيد كل فلسطيني حتى يبقى في الحكم. وبايدن لا يفكر إلا في إعادة انتخابه. بالفعل نتنياهو يعني كان معرض للإقالة من رئاسة الحكومة قبل أيام من هذه الضربات القوية على قطاع غزة أو من طوفان الأقصى، يعني كان سيتم إقصاؤه من الحكومة. طبعا هذا، ولذلك هو الآن مجرم خطر مستعد أن يقتل حتى أمه حتى يبقى في السلطة، ولا يهم حتى قتل الأسرى الإسرائيليين. قتل حتى الآن 22 منهم بالقصف الجوي. الوضع في غاية الخطورة، ولذلك نحن مطلبنا واحد: وقف إطلاق النار، وقف العدوان، وقف هذه الجريمة فورا. طب هل تعتقد بعد ذلك هل ستعود المفاوضات مرة أخرى لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن إسرائيل قضت على فكرة حل الدولتين، هذا هو الواقع. وأنا مضطر أن أذهب لأنه عندي ارتباط آخر، متأسف. بس صحيح. شكرا لكم على الفرصة. شكرا جزيلا. ونشكر مصر على موقفها الصارم تجاه جرائم إسرائيل. مصر داعمة بكل وقت للقضية الفلسطينية، وبشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الفلسطينية.